نرمين كيا كرفاس لا إله إلا محمد رسول الله. السلام عليكم، هنا المغرب المنسي، هنا الواقع المارير، تحديدا بقرية تقلاووت التابعة لجماعة تفني، دائرة دمنات، إقليم عملة الزلال. هنا الحقوق مطالب وأحلام، كيف لا وساكنة المنطقة تعاني من مختلف أنواع الإقصاء والتهميش، فلا طريق هي بطريق، إذ لا يسر حالها لا العدو ولا الحبيب. أما عن المستشفى فحدث ولا حرج، لا أثر له في هذه البقاعة. نكوي قاس سكان انت قلاوت اغارا سور دار غير لي السبيطار ولي لي اغارا الوقت ما يلا ونزاري تيباي تي مغارين الوقت ما درا دربو نديرو فين ما انتي وين على قبل اري التيلي وشو داري التيلي الغي شوري لي ماسك دي زري الحديد ما انتي تاوين المرشحين وراخ سكيرنيات ايت البرنامج نارتيني نداز زرين تي ولي نسن ارقي اختصان ارقاتين قدان واني زرين تي ولي نسي فلاغ مازير تاتاك الفاسن بزاف خصين وغراس خصين بزاف الحوايج خصين من السبيطار يقوك بزاف يقرأ دوس من السبيطار بزاف من وغراس لك خصان باش تكت من السبيطار راتي تكت النهار النهار بزاف يهور اللي نرقاز نضيق في مغارين وريم كينات الدو واحد دوس من السبيطار فهم المهم ايت دوار تيكر فاسن بزاف بالنسبه لنا غراس غراس ايش قدر بزاف قيس بزاف المعاناه نكني نقا تيلوت نتقى تيلوت شي تشلطا انت عيان في غراس الزحف يا رخت خوان بند مده وسنين يخصي غراس اولا قبل كل شيء غراس غراس ويسين سؤالات السبيطار تبع على غور درغا كل كويس سبيطار اولا انت مغارتي غير دز السبيطار خصك هادي داسي مونور جلي ما تتعوان ما داسي تمونون ارت كام النهار كامل يوم مثلا انت مغارتي دي ربي تيضر راتي تحول صدوق راه تربو او لا المهم اش كيسكر الحاج تيضر تجلوت النهار المهم تخصي السبيطار ان طلب اغراس راه تعاد من المسؤولين ابدا اغراس راه الى لي وري لي غادي تشكن نقلك الوقت الغيس وراه غادي تروح كيفرخان داي تاوي والو السبيطار قالت لي بوت مغار ضغطي النهار كامل تدو ورات تقا نهار كامل رجلو نتا دور رجلي يقول لها سيمون رجلي وتدي اغراس اولا والو وضع يبكي الشجره والحجر قبل البشر فما تعيشه ساكنه تقلاووت من قهر لا يختلف تماما عما تعاني منه الذواوير المجاوره حديثي هنا عن دوار تغروط وتيزي اضافه الى ادريغ وازماون بما في ذلك ايت علي والعديد من الدواوير معاناتهم واحدة فمنذ زمان وهم يستغيثون لكن لا عين رأت ولا أذن سمعت أنين معاناتهم هرموا وسئموا من الوعود الكاذبة فيا ترى إلى متى سيستمر الوضع على هذا الحال خالد بادو أخبار الفجر المغربية تقلاووت.